تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى ايده الله ورعاه برقيه تعزيه ومواساه من اخيه صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق ال سعيد سلطان عمان شقيقه وذلك في وفاه المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء رحمه الله وأعرب جلالة سلطان عمان فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى داعيا الله تعالى أن يسبغ على الفقيد من واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يلهم جلالة الملك المفدى والعائلة المالكة وشعب البحرين الصبر والسلوان